إذن الحق سبحانه وتعالى أرسل الرسل عشان يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله وأن يكون خليفة في الأرض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا إن الإصلاح له مرتبتين، أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، أو أن تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين ماية كده وجاية بتتدفق للناس وتردمها، كنت تسيبها. يعني اترك الصالح على ايه؟ او زيده صلاحا، بدل ما تقول الناس يأتون متعبين ليأخذوا الماء من العين، فانا سأخذ من العين دي واعمل مضخة كده واطلع المية عالية، وبعد ذلك ابني لها ايه خزان، واحط في الخزان ده مية وامد مواسير وودي المية للناس لحد بيوتي. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه صلاح. يبقى دي خلافة وعمارة في الوجود ولا لا؟ عمارة. فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، واقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف انه هو واخد تجارب الناس من اول ادم، تجارب الناس من اول ادم اليه علشان يدوله الرغيف ده. لان تصور بقى ازاي اتعمل انه ان الحب يتاخد كده، وبعدين ايه اللي هدى الانسان انه يقعد ايه يطحن الله، وبعدين اللي هداه انه يعمل له منخل، واللي هداه انه مثلا مره يعجينه كده ويجي يخبزه يقوم يلاقيه ملوش طعم فطير لسه مخمرش، وبعدين لا شك انه هو ساب مره حته عجين، وبعدين ايه شغل عنها بأي شاغل، الست عمالة عجنت وجت تخبز ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفوا خميرة ولا بتاع، وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثة فسابت القطعة العجين، وبعدين جاءت لها مرة أخرى فوجدتها إيه أبا كده وخمرانة كده، لما خبزتها طلع عيش كويس. قالت قال طب وليه ما نعملش دي؟ ما هو الذي قدره فهده، قدر فهده، وإلا تيجي إزاي دي؟ إزاي يعني تيجي؟ مش ممكن، تجربة طويلة. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي ينظف ثوبه، لو أنه هو ظل يسلسل نظافة الثوب من أول آدم كان يعرف أن كل واحد سبقه في الوجود اداله مرحلة من النفعية إلى أن يصل إلى الغسالة اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله، يجي الخاطر كده يهديه. الله، أنا مرة بقول اشمعنى الناس طبخت الكوسة ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على ان تجارب كتيرة قوي مرة، هم زي بعض. وطبخت الملوخية ولا طبختش النعناع مع ان النعناع احسن منها؟ مسائل تجارب وصلتني. لو نظرت الى اي شيء تستفيد به انت اليوم وقدرت الاعمال التي تداولته من يوم ان وجد، تعتقد ان كل واحد ربنا قدر له عمل ومجال وقعد يخدمك انت. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من اول ادم الى النهاردة، لازم تبص تلاقي هتقدم للي جاي ايه. ما تبقاش تنبل في الحياة، تاخد خير غيرك كله كده في الوجود، وبعد ذلك انت تقعد علشان ما تديش ايه، ما تديش اي حاجة ابدا. لازم يكون لك عطاء، زي ما خدت من بيتك لازم تدي لايه البيت. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة، لان معنى ارتقاء الحياة ايه؟ ان واحد خد الخير اللي قبله وبعدين حاول انه ايه، انه يزود فيه. ومعنى يزود ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود، ياخد اكبر ثمره باقل مجهود. يعني الناس لو قدروا اللي ابتكر العجله دي، العجله اللي بتعمل اللي بتيجي عليها العربيه دي، ده كان يجب انهم يقعدوا يستغفروا الله كلهم بمقدار ما اراحهم. كان الواحد يشيل ارداب بقصارى ما يشيل، مش كده؟ ما يحمل، وبعدين وفر على اكتافه انه يشيل ارداب وخلى البتاع تشيل لها 10 ارداب وهو يجرها بحاجه بسيطه كده. اللي اخترع العجله دي شيء عجيب. الله، اذا لازم تبص للنعم اللي انت ايه، اللي انت بتستفيد بها الان، وتشوف كم مرحله مرت بها، وهل علمها الناس كده؟ لو علمها الناس لعلمت من اول مره في الوجود كلها، انما دليل على انها اتعلمت ايه، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ودي كلها تاتي باخطاء، يمكن عمليه خطا كده تروح مثلا، فكل حاجه لها ايه، تقوم انت تقول دي العالم قدم لي. لما تيجي تشوف تلاقي العالم قدم لك، تقوم انت تحاول تقول وانا اقدم للعالم ايه.
أني أقدم للعالم إيه؟ يقوم حلقة العالم تتنهم إيه؟ مرتقية.